طلع الميكرو عندك. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي الأوفياء لقناة شوف تي في مباشرة من مدينة العرائش مع أحد الطلبة اللي انسحب من ممثل ديال الطلبة ديال الكلية المتعددة التخصصات بمدينة العرائش بسبب حرمان مدينة القصر الكبير من الصندوق ديال التصوير ديال الطلبة. إذا معنا الطالب غادي يشرح لنا أكثر فأكثر. كنتمنى من المتابعين الأوفياء لقناة شوف تي في أنهم يبارطاجيو اللايف باش يوصل الصوت ديال هذا السيد هذا الجهات المسؤولة. تفضل أخي. السلام عليكم. الحمد لله طالب في كلية التعليم تخصصات إقليم العرائش، أحتاج وفي نفس الوقت كنطلب من الانسحاب ديالي لانتخابات ممثل الطلبة التي ستجرى غدا إن شاء الله يوم الاثنين في كلية متعددة التخصصات، وهذا بسبب ديال التصويت. مكتب في المدينة ديال القصر الكبير ومكتب في المدينة ديال العرائش في كلية وواحد في الملحقة، لكن وبقدرة قادر نتفاجأ في اليوم الجمعة وآخر أيام العمل بأنه تم إلغاء المكتب ديال المدينة ديال القصر الكبير اللي كنا في الملحقة اللي كنا ديما كيكون. فإذا بنا نحتاج ونعارض ولكن لا مجيب، لأن جات في واحد الوقيته اللي خرجت ساعات العمل. القرار ديالنا النهائي هو أننا ننسحب وبكل حيادية وبكل شرف، لأن الانتخابات أخذت مجرى آخر وطابع سياسي أكثر ما هي طابع طلابي وقطاع طلابي فيما بينهم، ولهذا فإننا ننسحب بكل كرامتنا وبكل شرف، لكن نصر أننا سنطعن في هذه الانتخابات التي أقصت مجموعة من الطلبة. لهذا أناشي طلب اللي كانوا غادي يصوتوا على السي محمد أمين العلاوي في الكلية في كممثل طلبة أنه لن يكون غدا في الأوراق، وإذ كان فهو منسحب رسميا من الانتخابات، لأن الانتخابات أخذت طابع آخر كما قلت ومجرى آخر. بالنسبة للإخصاء ديال مدينة القصر الكبير من الصندوق ديال الانتخابات بالضبط، ما عرفتش علاش؟ بصراحة كنقولوا أنه قرار متسارع من الكلية، حيت كما جرت العادة، يعني ماشي أول مرة غادي نترشح، هذه المرة الثانية عندي، كما جرت العادة أن يتم التنسيق مع المترشحين ويتم الاتفاق عليه معهم على مجموعة ديال الأمور. هذا العام ما كان لا اتصال لا توافق لا والو، قرار نزل بشكل مفاجئ، يمكن نظرا للظروف، ولكن هو أقصى طلبة من مدينة القصر الكبير، ولهذا نحن ننسحب بصفة نهائية من هذه الانتخابات التي أقصت الطلبة. دابا على حسب القول ديالك بعد ما تم يعني بعد ما حيدوا صندوق من مدينة القصر الكبير فهو إقصاء للمدينة القصر الكبير ككل. ماشي إقصاء للمدينة القصر الكبير ككل، ولكن إقصاء الطلبة، حيث الطلبة أصلا هي معلقة الدراسة، يعني موقفة الدراسة، يعني الطلبة ما كيطلعوش للعريش، وحتى لو كانت الدراسة الطالبة كاين ناس اللي غادي يجيهم صعوبة أنهم ينتقلوا من المدينة القصر الكبير حتى للمدينة ديال العرائش اللي كتبعد علينا 35 كيلومتر، يعني صعيب أن الواحد يتنقل ليها وغادي يصوت. هذا غادي يمنع بزاف ديال الطلبة أنهم يعبروا على الرأي ديالهم، وحنا إلا كانت الانتخابات غتروم من جهة وغتمشي جهة ولا طلبة ما غايقدروش يعبروا على رأيهم بشكل واضح، اذا هنا حنا كننسحبوا. وهذا الشيء ماشي غير انا، يعني كاين مترشحين معنا حتى هما كيندوا بنفس القرار، ولكن مازال مترشحين. لهذا انا ومن منبري هذا اعلن انسحابي بشكل رسمي، وحتى الطلبه اللي كيتعاونوا معنا والطلبه اللي قدمونا قدامهم قالوا لنا نيت خصك تكون تما، حتى هما راهما غاضبين وما عجبهمش القرار، وحتى هما لن يشاركوا غدا في الانتخابات. شنو هما المطالب ديالك تقريبا؟ المطالب ديالنا مطالب يعني ما كايناش دابا مطلب حتى غدا الانتخابات، يعني الانتخابات غدوز، يعني ما كايناش قرار غادي يخرج.
اذا حنا غادي نسحبوا، ولكن المطلب هنا الطلبه اللي كانوا غادي يصوتوا عليا ولا متعاطفين معنا، حنا سنقوم بجمع عارضه نطعن بها في هذه الانتخابات، ونأمر وكنطلبوا من الكليه ان تعيد النظر في الانتخابات ودير اعاده ديال شي نهار واحد اخر اللي تقدر تاجلوا، ولكن هذا الامر كيبقى للكليه، حنا امرنا هو اننا سننسحب. وشكرا على الاستضافه. اذا شكرا للمتابعين الاوفياء لقناه شوف تي في مباشره من مدينه العرائش، وتحياتي للجميع.